السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني في الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة من ضمن الحلقات اللي مطروحة على قناتكم جرب حكم، حلقة للزيادة في الوزن والتسمين السريع بطريقة بسيطة وآمنة وصحية، نتائج 100%. إلا ما كان عندك حتى شي مشكل صحي غادي تلاحظ النتائج بعد استعمال هذه الوصفة. هذه بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية وأمراض مزمنة أو المرأة الحامل، دائما كنوصي أنهم يستشيروا مع الطبيب ديالهم قبل ما نبدأ معكم أخواتي إخواني هذه الوصفة. هذه كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناه تجربه حكم لاول مره، كنتمنى منهم الاشتراك والضغط على زر الجرس لتوصل بوصفاتنا بشكل يومي فضلا وليس بامر. بالنسبه لهذه الوصفه تاع اليوم، وصفه رائعه يمكن لنا نعطيوها للاطفال ديالنا ويمكن لنا نزيدوا عليها اضافات، مثلا بحال الحلبه. بالنسبه لما كيستعملش الحلبه يمكن ليه يزيد السمسم او يزيد الحمص او يزيد السوجة، يعني يمكن لكم تضيفوا عليها اضافات لاعطائها واحد يعني واحد الوجبة متكاملة وغتعطيكم النتيجة في اسرع وقت كيف ما ذكرت لكم. الى ما عندكم حتى شي مشكل صحي بالنسبة للمكونات، غادي نختاروا الفواكه المجففة مثل العنب المجفف او المشمش، ويمكن لينا الى ما عندناش هاد المشمش او العنب يمكن لينا نقطعوا قطع ديال التمر، يعني نستعملوا التمر او التين لكم الاختيار. الا ما كانش متوفر عندنا المشماش والزبيب يمكن لينا نديروا الشريحه نقطعوها طريفات صغار، او لا التمر، التمر يمكن لينا نقطعوا 3 حبات في كل مره بغينا نستعملوا هذه الوصفه هذه. وغادي نحتاجوا مكون اخر وهو سيريلاك، يعني المكون اللي كنعطيه للاطفال ديالنا كيتباع في المتاجر، البودره ديال سيريلاك ديال فيها بزاف ديال الفوائد، ولا اختارينا ديال الشعير تيكون احسن، تتكون زايده في الفوائد ديالها وكتعطينا النتيجه بالنسبه لهاد الوصفه هذه ديال الزياده في الوزن. بالنسبه للسيريلاك اللي ما عرفش سيريلاك، فهي الوجبه اللي كنعطيوها للاطفال ديالنا كيتباع، مكون كيتباع في لافارماسي او كيتباع عند بائع ديال اللي كيبيعوا المواد الغذائيه، فهو متوفر بثمن بسيط ومناسب لان وكنعطيوه للاطفال ديالنا لانه يعني مكون رائع. بالنسبه للمكون الاخر يمكن لينا نعملو ياغورت سائل او النوع اللي حبيتو كيف ما كتشاهدوا، يمكن لينا نعملو هاد الياغورت السائل، ويمكن لينا نعملو الياغورت بشي نكهه مثلا الفاني او البنان او الياغورت اللي متوفر عندكم، او الا ما بغيتوش تستعملوها مع الياغورت يمكن لكم تستعملوها مع الحليب. طريقه ديال التحضير تبعوا معايا اخواتي، طريقه بسيطه. غادي نجيبو الطبسيل ديالنا وغادي نديرها انا مع ياغورت سائل كيف ما غادي تلاحظوا دابا. هاد الكميه هادي يمكن لكم الا استعملتوا معاها مكونات كثيره يمكن لكم تقسموها على 2 مرات يعني تناولوها. وغادي نضيف هنايا 2 معالق ديال سيريلاك، يمكن ليا كيف ما ذكرت لكم نضيف الزنجلان مطحون 2 معالق كبار ديال سيريلاك، ويمكن لينا نضيف معها الحمص مطحون محمص، ويمكن ليا نضيف معها السوجة، يعني السوجة محمصة تكون محمصة باش نقدروا اننا نتناولوا ونحركوا هاد المكونات. كتجي هاد الوجبة خاصة الاطفال كيحماقوا عليها، جميلة بزاف. نحركوا هاد المكونات حتى تندمج مع بعضها كيف ما ذكرت لكم. يمكن لكم تقسموا هاد الوجبة هادي على 2 مراحل بعد الافطار وبعد العشاء مباشرة. وإلا بغيتوا الاطفال ديالكم عندهم الشهية مفقودة يمكن لكم تضيفوا معلقة نص معلقة صغيرة ديال البودرة ديال الحلبة وشويه ديال الزعتر باش ما تبقاش تبان لينا رائحه الحلبه في هاد الوصفه هذه، باش يقدروا الاطفال ديالنا يتناولوها. اما الكبار اللي تيحب الحلبه يمكن له يضيفها. كيف ما كتشاهدوا، ومن بعد غادي نقوم باضافه ديال معلقه كبيره ما بين العنب المجفف، وايضا ناخذ بعض القطع ديال المشمش كيف ما كتشاهدوا. يمكن لي نقطعو يمكن لي نخليه كما هو لكم الاختيار.
كيف ما كتشاهدوا نحرك هاد المكونات ديالي مزيان. يمكن لكم تضيفوا كيف ما ذكرت لكم السمسم، هذه هي الوصفه ديالي. يمكن لكم تضيفوا السمسم، يمكن